طب خلينا نسمع كلام فتح الله. فتح الله مساء الخير فيتو. الو مساء الخير يا فيتو. حبيبي يا ميدو عامل ايه؟ عامل ايه؟ كسون طيب. طيب معانا حبيبك اليمني بيسلم عليك. فتح الله عبد الله مين؟ فتح الله. فتح الله الو ازيك يا فتح الله؟ ميدو صوت بعيد انا مش سامع. سامعني ولا لا؟ اه كده تمام. يماني بيقول لك ازيك يا عبد الله. مين اللي بيقول لك عبد الله؟ مين اللي بيقول لك عبد الله؟ قولها فتح الله. والله العظيم والله العظيم. طب ماشي يا عبد الله فتح الله معلش. ايوه يمان عامل ايه حبيبي؟ ازيك يا فتح الله؟ فتح الله الاول ببارك لكم على الماتش اللي فات، ببارك لك الف مبروك، وماتش كان صعب جدا. ها والله ميدو ماتش صعب، واحنا عارفين من اول يوم في المجموعه ان الامور مش يعني مش هتحسم الا في اخر ماتش. كان نفسي طبعا يبقى في نصيب واحنا وفيوتشر نصعد، لكن الثلاث فرق بصراحه اتظلموا. يعني الثلاث فرق ما عندهم امكانيات يكملوا، يعني سواء احنا او جيش الملك او فيوتشر، الثلاث فرق امكانياتهم انهم يكملوا في البطوله. فانهم يقعوا في مجموعه واحده بتصعب الامور شويه. فكان الحظ ان احنا وفيوتشر اخر ماتش هو الحاسم في فرقه هتبقى في البطوله وفرقه هتبقى بره. عشان كده كان الماتش صعب ومشدود وشده يمكن طبيعيه. كل واحد بيبقى عايز يصعد وعايز احسن حاجه لفريقته وناديه. فالحمد لله يعني الفوز كان من نصيبنا، كان قدامنا حل ان احنا لازم نفوز. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله جدا ومركزين، ومن اول دقيقه كان واضح ان عندنا شخصيه والامور يعني مشيت بشكل كويس الحمد لله. فتح الله يعني قول لي بصراحه، هل الشكوى اللي انتوا تقدمتوا بيها والجيش الملكي تقدم بيها ضد نادي فيوتشر، هل الشكوى دي انت في رايك اديتكوا افضليه، اديتكوا ثقه اكتر، خليتكوا تلعبوا بارتياحيه اكبر، واثرت على فيوتشر في نفس الوقت؟ طب بص انا هقول لك على حاجه وبجد، يعني الموضوع يمكن مش عايز اروح له قوي. احنا يعني كجهاز ولاعيبه كنا يعني بعدين عن الامور دي خالص وما اتكلمناش فيها ورا اتطرحت سواء الجهاز او اللعيبه. كان كل تفكيرنا بيدو ان احنا، وده اللي قلناه للعيبه، ان احنا نكسب نبقى في البطوله، نخسر احنا بره البطوله. وده اللي اتقال، والراجل حتى داس عليه كذا مره في كل الاجتماعات، واللعيبه نازله من اول دقيقه عارفه ان احنا المكسب الوحيد اللي هيخلينا نكمل. وده اللي وصل لنا ووصل للعيبه. اي حاجه ثانيه ما خدتش من تركيزنا 1% او ما رحنالهاش خالص والله يا ميدو بجد. وده كان باين كمان من الماتش ان احنا يعني بنقاتل على الفوز. هل في رايك الشكوى دي اثرت على فريق فيوتشر؟ بص مليون في المية ممكن تاخد من التركيز اكيد. صحيح. طيب عايز اسالك عن هدف بيراميدز دلوقتي في الكونفدراليه، هل بعد الصعود الحصول على البطوله هذا الموسم اصبح هدف واقعي لبيراميدز؟ احنا من اول مشاركه لينا ميدو من 3 سنين وصلنا نهائي، وكنا يعني قريبين من ان احنا ناخد البطوله. فغصب عنك خلاص انت اتحطيت في حته ان انت يعني كل يعني طول ما انت في البطوله دي بتنافس عليها، وهدف من اول لحظه من اول ماتش في التمهيدي هدف ان انت تاخد البطوله. احنا اتحطينا في الحته دي خلاص. يعني السنه دي يمكن كان عندنا هدف وقتي، هدف بتاع المجموعه ان احنا نطلع منها، لان الامور اتصعبت وفجاه لقينا نفسنا قبل ماتش فيوتشر الثالث وممكن ما نبقاش في البطوله. كان هدفنا ان احنا نطلع من المجموعه. فدلوقتي خلاص هدفنا بقى على قديمه ان احنا خلاص منافس قوي وعايزين ناخد البطوله. احنا بقى لنا 3 مشاركات ودي الرابعه، ماشيين بخطوات كويسه ومعقوله، لكن برضو وعملت اسم كويس، الناس بدات بقى لك هيبه، بقى لك شخصيه، اللعيبه خدت خبرات، بس كل ده لسه ما خدتش البطوله برضو. يعني عملنا ماتشات كويسه وعملنا حاجه محترمه، بس برضو ما خدتش البطوله. صحيح. احنا السنه دي اكيد هدفنا البطوله وهدف مشروع وبنقاتل عليه، ومستنيين توفيق ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. فتح الله يوم الاثنين اللي جاي ماتش مهم جدا، نهائي الكاس، هل بتحلموا ان انتوا تكونوا الابطال وتدخلوا النادي اول بطوله في تاريخه؟ طبعا انا هقول لك، يعني احنا يمكن تركيزنا دلوقتي، احنا خلاص بعد ماتش فيوتشر النهارده كان عندنا تمرين وقفلنا صفحه فيوتشر، والصفحه اللي مفتوحه دلوقتي عندنا ماتش المقاولين، ماتش بالنسبه لنا قوي جدا. احنا اخر ماتش في الدوري خسرنا من البنك الاهلي، فترتيبنا اتاخر شويه. فتركيزنا دلوقتي كله بجد على ماتش المقاولين، لكن لو المقاولين طيب. ماتش الاهلي لا اكيد 90 دقيقه ميدو، انت زي ما بقول لك هدفنا كلنا ان احنا ناخد اول بطوله للنادي. فالهدف ده اقرب بطوله احنا فيها دلوقتي هي كاس 90 دقيقه. يعني الدوري فيه مشوار، افريقيا فيه مشوار، كذا ماتش، بس الاقصر مشوار هو ماتش الاهلي 90 دقيقه، يعني بنلعب فرقه محترمه
فرقه متمرسه في البطولات دي وفي النهائيات دي، فرقه كبيره هيبقى اكيد في جمهور طبعا. هل 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 بتتمنى هدفنا ان احنا نكسب اكيد؟ هل فتح الله بتتمنى ان يبقى في حضور جماهيري كبير؟ مليون في المية، يعني مليون في المية نفسي يبقى الاستاد. في اول حاجة ان الماتش يليق بسمعة مصر، الناس بتتفرج علينا وده نهائي كاس، فاكيد هبقى فرحان كلنا وكل اللعيبة بتستمتع لما يكون الملعب مليان وفي عدد كبير من الجماهير. اكيد يا صحيح. فتح الله بشكرك وبتمنى لكم التوفيق. دي طبعا كانت مداخلة مهمة جدا ماني مع فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز.